On continue la correction de la série des exercices concernant la leçon, les atomes et les molécules. Exercice numéro 3, soit les formules suivantes, Cl2, CO2, CH4, O3, NaOH, N2. Classer ces molécules en corps pur simple et corps pur composé. Corps pur simple et chalice كوربير كومبوزي جسم خالص مركب نتعرف إذن على الجسم الخالص البسيط والجسم الخالص المركب الجسم الخالص البسيط هو كل جسم تتركب جزيئته من نوع واحد من الدرات سيطاديغ ديزاتوم ايدونتيك أما الجسم الخالص المركب فهو كل جسم تتركب جزيئته من انواع مختلفه من الذرات ستاديخ ديزاتوم دو دي تيب ديفيرون مثلا سائل Cl2 فهي جزيئه ثنائي الكلور وتتركب من نوع واحد من الذرات وهي ذره الكلور سائل اذن سائل Cl2 ثنائي الكلور فهو جسم خالص بسيط دونك سي ال2 سي ان كور بيغ سامبل بوغ لا موليكيل 2 يعني جزيئة ثنائي أكسيد الكربون تتركب من نوعين من الذرات ذرة الكربون سي وذرة الأكسجين أو إذن ثنائي أكسيد الكربون فهو جسم خالص مركب لذلك CO2 هو جسد أفضل مجموعة للموليكيل CH4 جزئة الميثان، فهي تتركب من نوعين من الذرات ذرة الكربون C وذرة الهيدروجين H إذن الميثان CH4 فهو جسم خالص مركب لذلك CH4 هو جسد أفضل مجموعة بور لا o O3 يعني جزيئه غاز الاوزون فهي تتركب من نوع واحد من الذرات وهي ذره الاكسجين O donc le gaz ozone O3 c'est un corps simple pour la molécule NaOH يعني جزيئه هيدروكسيد الصوديوم فهي تتركب من انواع مختلفه من الذرات درة الصوديوم Na ودرة الأكسجين O ودرة الهيدروجين اش دونك NaOH c'est un corps pur كومبوزي n N2 c'est la molécule دي دي أزوت يعني N2 جزيئة تنائي الأزوت وهي تتركب من نوع واحد من الدرات وهي درة الأزوت N. إذن تنائي الأزوت فهو جسم خالص بسيط. Donc, N2, c'est un corps pur simple.